طب نروح لتاد محامي لياو نجم فريق ميلان الإيطالي من فرنسا على الهواء مباشرة عبر سكايب أو عبر زوم. مساء الخير. Good evening. How are you? خير وكيف حالكم؟ يعني النهاردة شفنا الحقيقة لياو كان موجود النهاردة في الملعب، ونعلم جيدا أن الفترة الجاية ممكن تكون تشهد تغيير مسار ليه، وهناك أكثر من عرض. Yeah, so as I said, نعم his priority was اللاعب لياو يؤدي دائما بشكل رائع، ولكنه سيظل في مع ميلان الإيطالي. هو يستمتع ببقائه مع المدير الفني ومع اللاعبين ومع زملائه والأجواء في مدينة ميلان الإيطالية، وهدفه هو أن يجد دائما أن يكون هناك اتفاق مرضي للطرفين بينه وبين فريق ميلان الإيطالي للاستمرار مع الفريق، ويكون هو قراره النهائي الاستمرار مع ميلان. هل كانت في هناك عروض من ريال أو برشلونة؟ نعم بالطبع كانت هناك بعض العروض، لأنه بالنظر إلى لاعب موهوب مثل لياو تستطيع أن تكون هناك العديد من الرغبة لدى الأندية لأن يلعب لها هذا اللاعب في أوروبا مثلا، وفي إنجلترا وفي أسبانيا وفرنسا وألمانيا، وهذه كما قلت كانت أولوياته هو البقاء مع ميلان الإيطالي قبل التفكير في أي انتقال للمستقبل، وهو يؤدي بشكل رائع، ونحن الآن في نهاية الموسم، وبالتالي عليه أن يستمر ويقاتل مع فريقه من أجل الفوز بربما البطولة أو الدوري القادم. هل هناك عروض أيضا من الدوري الإنجليزي، من تشيلسي، من مان سيتي في الدوري الإنجليزي؟ So, as you would guess, I can't confirm. ربما أؤكد بعض هذه المعلومات، ربما ليس علي أن أذيعها، ولكن هو تلقى عروضا بالتأكيد من أندية في الدوري الإنجليزي ودون الإشارة إلى الأندية، وكان لديهم الرغبة في الحصول على جهود اللاعب، ولكن كما قلت فضل البقاء مع نادي ميلان، ولكن لا نرى ما هو المستقبل، ولا أحد يعلم ما يمكن أن يسفر عنه المستقبل. هو يؤدي ومستقر في حياته، ولكن المستقبل ربما يخفي هناك الأشياء الكثيرة، وسنرى من خلال الإعلام ما يمكن أن يحدث في المستقبل. هل المادة ممكن تكون عنصر مهم في اتجاهاته الفترة القادمة، ولا حبه لميلان داخل في المعادلة دي؟ أنت تعلم أن كرة القدم هي رياضة، ولكن في ذات الوقت هي أيضا بزنس، وبالتالي يجب أن يأخذ اللاعب العديد من الاعتبارات والأهداف. كرة القدم وأدائه هو الاختيار الأول، هو بالتأكيد يحب كرة القدم، يريد الظهور دائما وأن يتواجد على أرض الملعب، وبالتالي سيكون مركزا على كرة القدم وأدائه ومع النادي الذي يلعب له الآن، ولكن بالطبع عندما يتلقى عروضا أفضل في المستقبل، وبعض الأندية تعرض رغبتها في انضمام اللاعب، ربما سيكون عاملا آخر ربما يؤخذ في الاعتبار. بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى التوفيق ليك وللاعب في المستقبل. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وهذه المقابلة على قناتكم، وأتمنى لكم السلامة، وإلى اللقاء وأراكم قريبا. شكرا أيضا جزيلا للمطالق دائما الأستاذ عبد الناصر السعداني على الترجمة الرائعة، بتشرف بوجوده معايا، بشكره شكرا جزيلا.